أربع قمم أردنية أمريكية في 18 شهراً تعكس مركزية عمان في منطقة ملتهبة ومحاولات الملك عربياً ودولياً لحشد الدعم للقضية الفلسطينية. على وقع تصاعد عنف الاحتلال في فلسطين، عقد الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس رابع لقاء بينهما في عام ونصف العام ضمن جهود الملك لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي في مواجهة بطش الاحتلال. خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية شدد عليه الزعيمان، بينما أكد الملك ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم، داعيا إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة وصولا إلى إقامة دولته المستقلة. الرئيس الأمريكي بدوره أكد دعمه لحل الدولتين والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس، وهو الأمر الذي حاول معارضته وتهميشه سلفه ترامب من خلال صفقة القرن التي رفضها الأردن رغم الضغوط. لم تكن القدس بالنسبة للأردن ولعائلة الهاشمية أمرا سياسيا قط، هذا ما أكده الملك في كلمة مفتاحية خلال فطور الدعاء الوطني 71 بواشنطن، مشيرا إلى ارتباط الهاشميين بالمدينة المقدسة منذ أكثر من 100 عام، واستذكر استشهاد جده الملك المؤسس على عتبات المسجد الأقصى المبارك ونجاة والده الملك الراحل الحسين من تلك الجريمة في تموز يوليو عام 1951. قبل أمريكا جال الملك في قطر ثم كندا في سياق نشاط دبلوماسي ملكي لتعزيز العلاقات الثنائية مع تلك البلدان وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. أهلا بك دكتور. يعني في البداية، يعني ما أهمية توقيت الزيارة الملكية إلى الولايات المتحدة؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. بدون شك هي تأتي في إطار معمعة من الانتهاكات الإسرائيلية لكل القوانين الدولية في الأراضي المحتلة. هي تنتهك الأراضي المحتلة عام 67، تنتهك المسجد الأقصى، تنتهك حقوق الفلسطينيين بكافة أبعادها، وأيضا تعتدي عليهم صباحا مساء بهدم بيوتهم وقتلهم في كل مناسبة، وأيضا في إطار صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف والذي لا يرى في الفلسطينيين إلا ضحايا له ومهجرين خارج وطنهم وخارج الأراضي العربية المحتلة. طيب دكتور، ولكن دعنا في البداية الآن نتابع هذا التقرير من فريقنا في فلسطين حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للأراضي المحتلة وتصريحاته حول الاستيطان وما إلى ذلك من أمور، لنتابع. وعود متكررة وتصريحات متعددة لم يلق لها معظم الفلسطينيين بالا كما يقول محللون، فكل ما جاء به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته للمنطقة لم يكن في نظرهم سوى تكرار وعود لم تتحقق. على رأس تلك الوعود ما يتصل بالحد من تفشي المشاريع الاستيطانية وإعادة فتح القنصلية الأمريكية التي أغلقت قبل 5 سنوات في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هدف الزيارة الجوهري من نظر مراقبين هو السعي إلى تهدئة الأوضاع على الساحة الفلسطينية خوفا على مصالح الكيان الإسرائيلي فقط. حتى الإجراءات البسيطة التي وعدوا بها مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومثل الضغط على إسرائيل لفتح الجسر ل24 ساعة، كلها لم تتحقق. إذا أشياء بسيطة لم يستطيعوا تحقيقها، هل سينقذ حل الدولتين؟ أنا برأيي ما دام الموقف الأمريكي منحازا لإسرائيل وما دام ضعيفا في التصدي لخروقات إسرائيل للقانون الدولي وما دام يستخدم المعايير المزدوجة فلن نرى شيئا جديدا أو تطور جديد. من بين أبرز تصريحات بلينكين قوله أن الاستيطان في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام عملية السلام، تصريح لا يحمل جديد. ففي العام 2016 دعمت الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن حول وقف الاستيطان بيد أن تغييرا لم يجري على الأرض. الوضع عكس ذلك تماما، فما أن تقلد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منصبه حتى توعد ببناء 18,000 وحدة استيطانية جديدة وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية. نحن أمام حرب شرسة طاحنة
تشن علينا كشعب فلسطيني في هذا العام. إسرائيل تريد حسم هذه الملفات بشكل نهائي. إسرائيل تضع أمام عيونها في هذه السنة ضم الضفة الغربية، ضم مناطق سي، فبالتالي يتواكب مع عمليات التهجير عمليات تكثيف الاستيطان. وإسرائيل الحكومة أعلنت أنها ستقوم بثورة استيطانية. الإدارات الأمريكية يعني حتى في 2016 دعموا قرار في مجلس الأمن حول وقف الاستيطان، لم تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية أي إجراء من أجل وقف الاستيطان، على العكس تماما عندما جاءت إدارة ترامب عمليا هو شرع الاستيطان. وحول الوعد الذي قطعه بلينكين بإعادة فتح القنصلية الأمريكية تحديدا فيما تسمى بالقدس الشرقية، فذلك أمر مستبعد تماما في نظر متابعين، فالخطوة إن حدثت تعني اعترافا أمريكيا ضمنيا بالمدينة المقدسة جزءا من دولة فلسطين في المستقبل، أمر يرفضه الاحتلال، فيما تثبت الإدارة الأمريكية عكسه عبر تمسكها بالسفارة الأمريكية التي نقلها ترامب من تل أبيب إلى القدس. من فلسطين المحتلة، محمد حسين، رؤيا. إذن مشاهدينا، بالعودة ثانية إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات، أهلا بك دكتور مرة أخرى. يعني كيف تقرأ موقف الإدارة الأمريكية بين الوعود وإجراءات الاحتلال على أرض الواقع في فلسطين؟ المشكلة أنه الولايات المتحدة تتحدث على أنها تؤمن بحل الدولتين، تتحدث عن قضايا كثيرة، ولكن للأسف الشديد لا نرى ترجمة لهذه الأقوال على الأرض. في كل لحظة في كل يوم إسرائيل تنتهك القرارات الدولية وتمعن في احتلالها للأراضي والسيطرة عليها واختراق المسجد الأقصى وحرماته بدون تدخل أمريكي حاسم. الولايات المتحدة لا تزال للأسف تتعامل مع القضية الفلسطينية، مع الصراع العربي الإسرائيلي، كإدارة للصراع. ليس لديها خطة واضحة تترجمها على الأرض، ليس لديها مبعوث للسلام، ليس لديها طاولة مفاوضات تفرضها على الأطراف. هي تتعامل مع القضية الفلسطينية من قبيل إدارة الأزمة، حيث لا تؤدي إلى انفجار الأزمة. لاحظ دائما تقول إدارة أمريكية لا تريد أن ينفجر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ لأنه هي معنية بالاستقرار بالمنطقة، ولكن معنية بضبطه بالتعامل معه، مش إيجاد أسس حقيقية للتعامل مع الصراع بحله من جذوره، واعتبار أن إسرائيل دولة محتلة يجب أن تتراجع عن احتلالها وفق القانون الدولي. لا يوجد، وهذا الذي يفسر تمادي الاحتلال فيما يتعلق ببناء المستوطنات. بالضبط، لأنه إسرائيل تعلم حدود تصرف الإدارة الأمريكية. لا يوجد مثلا سابقا شهدنا عقوبات على إسرائيل في موضوع المستوطنات، منعت عنها مساعدات على العكس تماما، يعني تم شرعنتها في عهد دونالد ترامب. للأسف أيضا هناك مشكلة أنه ما تقول الإدارة هذه بعد قليل قد تأتي إدارة أخرى تنسفه، وحضرتك تحدثت أنه إدارة ترامب نسفت ما قالته جميع الإدارات السابقة. أولا بأنها اعتبرت القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثانيا شرعنت المستوطنات، ثالثا آمنت بالحل على أساس الاقتصادي وليس على أساس القانوني والسياسي القضية الفلسطينية. وللأسف الشديد أيضا مرة أخرى إدارة ترامب لا تزال تتعامل مع المعطى الذي خلفته إدارة دونالد ترامب ولم تغير فيه شيئا. طيب ماذا يمكن للأردن أن يفعل في ظل هذه الممارسات وهذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق القدس والفلسطينيين؟ وبالذات في هذا العام رأينا الكثير من الانتهاكات والكثير من الشهداء خلال فترة وجيزة لا تكاد. الأردن دولة متضررة بشكل مباشر من القضية الفلسطينية، هذا على الصعيد الوطني، لأنه كلما اضطربت الأحوال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم تحل على الأسس العادلة، كان هذا يعني مس بالأمن الاستراتيجي للأردن. ثانيا الأردن لديه وصايا على الأماكن المقدسة وإسرائيل تنتهكها في كل لحظة. ثالثا الأردن مرتبط اقتصاديا بشكل كبير مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. كلما تراجع مستوى الاستقرار السياسي تراجع التبادل التجاري بين الأردن والفلسطيني، بالتالي الأردن متضررة على كل المناحي، بالإضافة إلى أن الأردن هي كفيل أخلاقي للمجتمع الفلسطيني يقوم بتبني قضاياه والدفاع عنها ومحاولة إيجاد سبل للتعامل معها على أساس أنها قضية عادلة. والأردن حقيقة يمتلك ما لديه من قوة ناعمة، من تأثير، من كونه دولة مؤثرة على الاستقرار في الإقليم. هو يستثمر
الموقع الجيوسياسي للأردن والقوة الناعمة والأخلاقية للأردن كدولة تدافع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، يستثمر هذه المعطيات للدفاع عن الفلسطينيين، إنما ليس لديه قوة صلبة يؤثر فيها لا على الولايات المتحدة ولا على إسرائيل. بالعكس تماما، الآن القضية الفلسطينية تتأثر استراتيجيا بتدحرج الدول العربية لإقامة اتفاقيات سلام مع العدو الإسرائيلي، لأن هناك مخزون استراتيجي من الدعم العربي للقضية الفلسطينية نلاحظ خلال الفترة الأخيرة أنه بدأ يتضاءل قليلا. نعم، يبدو أن السودان في طريقه أيضا وتشاد بالأمس، يعني تشاد ضمن الفضاء العربي تفتتح سفارتها في القدس بشكل حقيقة مثير للاستفزاز. لماذا؟ وهي شريكة للعرب في المدار الجيوستراتيجي، وشريكة لهم في المصالح، وشريكة لهم في كل شيء. للأسف يتم تضخيم إسرائيل بشكل مبالغ فيه على أنها دولة راسمة للسياسات والاستراتيجيات في المنطقة بدون وجه حق. إسرائيل بالنهاية مهما امتلكت بالقوة لولا الدعم الأمريكي والغربي ستعود إلى كونها دولة صغيرة لا تستطيع أن تؤثر في أشياء كثيرة في محيط عربي كبير يعتبر. نعم. يعني طيب، كيف سيكون شكل العلاقة بين السلطة والاحتلال، خاصة بعد إيقاف التنسيق الأمني وصعود اليمين المتطرف وعمليات يعني الاغتيال والقتل التي يمارسها هذا الاحتلال أو هذه الحكومة؟ للأسف الشديد السلطة الوطنية الفلسطينية يعني مثل بلاع الموس، خلينا نحكي. نعم. يعني من ناحية هي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومدخلها المالي، المدخل المالي اللي يقوم العمل للسلطة الوطنية من ضرائب وغيرها هي بيد إسرائيل للأسف الشديد، وبالتالي خطواتها باتجاه التعامل مع الإسرائيليين مرتبطة بشكل كبير بتأثيرات إسرائيل والدول الداعمة لها على السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي لا تستطيع أن تذهب بعيدا، ربما تهدد تلوح يعني في مدار التنسيق الأمني، في مدار ستبقى في هذا الإطار لن تستطيع أن تلغيه تماما. نعم. وبالتالي لاحظنا زيارة بلينكن للسلطة الوطنية الفلسطينية في جل نقاشة كانت تتحدث عن التنسيق الأمني وتتحدث أيضا عن ضبط الأمن والاستقرار ليس لمصلحة الفلسطينيين. لا أعتقد أن الولايات المتحدة مهتمة بشكل كبير باستقرار الفلسطينيين، لأنه لو كانت كذلك لضغطت على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن هي تعلم أن هنالك يمين إسرائيلي مستفز ويحمل أجندة وخارطة سياسية على حساب الفلسطينيين، وبالتالي كأنها تريد أن تقول للفلسطينيين احتملوا احتملوا احتملوا. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر لحوارات، كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. حياك الله سيدي. إذن محطات ملكية محلية وعالمية كان ختامها في واشنطن. توقيف 260 تاجر ومروج مخدرات في مختلف المحافظات وحوادث مختلفة نتج عنها وفاة 25 شخصا منها 4 جرائم قتل. هذه الأحداث وغيرها طبعت شهر يناير كانون الثاني عام 2023.
بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة. Thank you.